السلام عليكم ومساء الخير والسعادة والتفاؤل والأمل في غد أفضل على حضراتكم مشاهدينا مشاهدي الحياة في مصر. يا رب يا رب نكون النهاردة ضيوف خفاف على حضراتكم. اسمحوا لي أتكلم مع حضراتكم النهاردة عن فيلم إسرائيلي بتمارس فيه إسرائيل هوايتها المعهودة بطمس الحقائق وقلب الصورة أو عكسها، علشان تخليك تشك كمصري في رموز بلدك. في البداية الفيلم بيتمحور حوالين أشرف مروان، وأشرف مروان كان زوج بنت الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وكان برضو سكرتير الرئيس أنور السادات، وكل الكتابات المتاحة عنه بتوصفه بأنه كان وطني بيعمل لصالح البلد دي. لا وكمان حضر جنازته الرئيس الأسبق مبارك. اتفقت أو اختلفت معاه مش قصتنا دلوقتي، لكن قصتنا إن رأس الدولة المصرية وقتها حضر الجنازة، وكمان رئيس مخابراتنا الراحل عمر سليمان حضر الجنازة، والاتنين أشادوا يومها بأعمال أشرف مروان الوطنية. أما بقى الفيلم الإسرائيلي فبالطبع تبنى وجهة النظر الإسرائيلية بأن أشرف مروان كان بيعمل لصالح إسرائيل، وده مش غريب عليهم وأمر طبيعي. ما هو استحالة يكون كاتب السيناريو إسرائيلي اسمه ديفيد أراتا ويكتب حاجة يمجد فيها في مصر، أو تتوقع مثلا من مخرج الفيلم أنه يتبنى وجهة النظر المصرية عن أشرف مروان وهو مخرج إسرائيلي واسمه أرييل فرومان، لا وكمان مخرج كبير في هوليوود لأنه أخرج فيلم مشهور زي The Iceman. وهنا مش هلوم عليهم، لأنه من الطبيعي أن أي مؤلف أو مخرج إسرائيلي هيحب يخدم بلده ويكتب رؤيته والسيناريو اللي يعلي من شأن بلده حتى ولو بالكذب. لكن اللوم هنا على صناعة السينما في بلدنا. وتابعوا حضراتكم الكام فيلم اللي موجودين في السينمات حاليا، هتلاقوا ضرب، بلطجة، عنف، وكمان كوميدي. وهنا نقف عند مؤلفين السيناريو في بلدنا، لأن مع كامل احترامي ليهم واضح إن التفكير في سيناريو الأكشن والتشويق أو السسبنس عندهم انحصر بس في الضرب والبلطجة بالسيوف والمطاوي، ما فكروش إنه ممكن يكون في أعلى درجات التشويق والأكشن والسسبنس في قصص صراع بلدنا مع إسرائيل، وبالأخص مع قصص زي رأفة الهجان وأشرف مروان أو أحمد الهوان اللي هو جمعة الشوان وغيرهم كتير وكتير. بس الاستسهال، إحنا بنستسهل فبنفرط يمكن بدون قصد في حق بلدنا، ولما ما نردش بتكون في وجهة نظر واحدة بس ومتخدم عليها بفيلم وكمان متكلف، وهي وجهة نظر إسرائيل. فيترسخ الانطباع وبالأخص عند الأجيال الجديدة إن أشرف مروان كان بيعمل لصالح إسرائيل مش لصالح مصر. وما تنسوش إن لولا مسلسل رأفة الهجان مثلا اللي تربينا عليه مع المبدع الكبير الراحل محمود عبد العزيز، كان زماننا النهاردة صدقنا إنه كان بيخدم إسرائيل مش مصر. ولو الأمر هيقف عند شغل إسرائيل فقط هيكون الأمر هين، لكن لما كمان تلاقي مساعدة من جواك مع الأسف من كتائب الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشوفهم بيروجوا لوجهة نظر إسرائيل لمجرد كرههم للجيش المصري والنظام الحالي رغبة في الكرسي، فالأمر بيكون أشبه بالخناجر اللي بتضربك من ظهرك لمجرد الرغبة في الشماتة فيك. وهنا اسمحوا لي أستعين بكلمات قالها لي واحد اسمه فرانك سيسنو من كام سنة. وفرانك سيسنو ده كان رئيس مكتب CNN في واشنطن، وللعلم هو برضه يهودي بس يهودي أمريكي. ويومها العبد لله كان بيسجل معاه عن سيطرة اليهود على العقل الأمريكي، فقال لي يومها إن في غياب تام لصوت العرب بشكل عام والعرب الأمريكيين بشكل خاص عن إيصال صوت قضاياهم للداخل الأمريكي. أثرياء العرب لما بيجوا لأمريكا بيستثمروا بس في العقارات، في حين إن اليهود هناك مركزين في صناعة السينما في هوليوود وكمان القنوات التلفزيونية والصحف وكمان الجامعات، يعني تركيز على السيطرة على العقل الأمريكي.
ربنا يصلح حال بلدنا ويحميها ويعلي صوتها دايما في السماء. اللهم آمين.